تابع التلفزيون المصري ردود أفعال الأهالي في محافظة بورسعيد على التوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الأجور والمعاشات. وأعرب المواطنون عن سعادتهم وارتياحهم، مؤكدين أن تلك التوجيهات تأتي في توقيت مناسب تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم. كلنا ثقة في السيد رئيس الجمهورية ان هو دايما مع الناس، دايما مع القطاع الاكبر من المواطنين، دايما بياخد قرارات في التوقيت المناسب لبسط حماية الدولة ورعاية الدولة على مواطنيها. امبارح كان في قرارات عظيمة جدا، سواء رفع الحد الادنى للاجور او كمان رعاية اصحاب المعاشات ورفع نسبة المعاشات 15% من أول شهر إبريل، أو كمان رفع الإعفاء الضريبي الأول 30,000 جنيه. طبعا لما ينزل قرار زي زيادة الأجور والحد الأدنى ده بيبقى عائد لينا وللدولة وللمواطن وبيدعمه، وخصوصا طبعا احنا داخلين على شهر رمضان الكريم مبارك، فأكيد الناس بتبقى محتاجة دعم زي كده. طبعا هو قرار ممتاز، واحنا بنشكر السيد رئيس الجمهورية على الدعم ده اللي قام بيه، وأكيد كل الشعب محتاجه في الفترة الحالية من سلع لمعاشات. طبعا دي حاجة يعني هتخدم كل أسرة في البيت. طبعا القرارات الأخيرة اللي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واللي استهدفت رفع وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأيضا أصحاب المعاشات، تعتبر قرارات تاريخية، زيادة في الأجور وتحسين الأجور بطريقة غير مسبوقة. ده طبعا بيأتي بالتزامن مع الأزمة العالمية اللي بيشهدها العالم كله، بيعاني منها كل دول العالم، لكن في مصر رغم الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم كله كان في اهتمام من الدولة، وده تأكيد ورسالة تأكيد على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية على تواصل دائم مع المواطن وحريصة على رفع مستوى معيشته. طبعا دي خطوة مهمة جدا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا النهوض بالمواطن أو لمؤازرة المواطنين علشان يقدروا يلبوا كل احتياجاتهم، وجاية في وقت مناسب جدا قبل شهر رمضان المبارك.